خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها ليست كافية. هكذا ردت طهران على الخطوات الأمريكية الأخيرة التي رحبت بالمباحثات معها وسحبت إعلان إدارة دونالد ترامب بشأن إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران، وخففت قيود السفر عن الدبلوماسيين الإيرانيين. إحياء الاتفاق النووي لا يبدو سهلاً، فطهران ما زالت قلقة من تكرار التجربة القاسية التي عاشتها مع إدارة دونالد ترامب. قد يعقد اجتماع لمجموعة 5+1 بشكل غير رسمي، لكن أي اجتماعات رسمية بهذا الشكل لن تكون إلا بعد رفع العقوبات. لن تقابل طهران الوعود الأمريكية بأفعال إيرانية، بهذا وجه المرشد الأعلى هنا. ورغم أن إيران لا تخفي تفاؤلها برفع العقوبات، فهي لا ترى أن خطواتها النووية تتناقض مع الاتفاق النووي. يزداد مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، تستمر في أبحاثها لإنتاج اليورانيوم المعدني ذي الاستخدامات السلمية والعسكرية، وبعد أيام ستوقف العمل أيضا بالبروتوكول الإضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو أمر يدخل في صلب مباحثات مدير عام الوكالة مع المسؤولين الإيرانيين. سيستمع المدير العام للوكالة للمسؤولين الإيرانيين وربما ينقل لهم رسالة ما، لكن إيران عازمة على وقف العمل بالبروتوكول الإضافي، وهدف الزيارة تنسيقي تقني. كبيرة هي فرص إحياء الاتفاق النووي، رغم عملية الشد والجذب التي يحاول فيها كل طرف فرض شروطه. لا تخفي إيران رغبتها برفع عقوبات اقتصادية أمريكية أوجعتها، وتضع ذلك عنوانا للتراجع عن تحللها من قيود الاتفاق النووي، فيما تحرص على ما يبدو على طمأنة المجتمع الدولي عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقول إن برنامجها النووي سيبقى سلميا. حازم كلاس، العربي، طهران.